تنفيذ هذه الاستراتيجية مكننا من الوصول إلى النتائج التالية: 41 سد مستغلة حاليا بسعة إجمالية تقدر بسعة 8 مليار متر مكعب. باستكمال البرنامج الحالي تصل هذه السعة إلى 9 ملايير عن طريق استغلال 86 سد. 14 محطة لتحلية المياه البحر على طول الشريط الساحلي بطاقة إنتاج إجمالية تقدر ب 2.41 مليون متر مكعب يوميا، وخمس محطات في طور الإنجاز بقدرة إنتاج إضافية تقدر ب 1.5 مليون متر مكعب يوميا.